ما كنتش فاهماكي. ده انت زي ناس كتير قوي. لا انا كنت في الفن مبهوره اكتر بفنانات الاستعراض، كنت بحب نيلي واحب الرقص والغنى والحاجات دي كلها. على فكره انا كان نفسي ابقى اطلع مطربه، يعني مطربه، يعني عايزه اطلع فنانه استعراضيه. ربنا لما دخلت الفن كنت عايزه ادرس اخراج عشان ادرس مسرح واعمل مسرح ميوزيكال، عشان كنت برقص واغني على مسرح المدرسه، ولا كان لي علاقه بالتمثيل. سبحان الله. شفتي بقى. فوانا صغيره ما كنتش فاهماكي. على فكره بالمناسبه وانا صغيره برضو ما كنتش فاهمه ام كلثوم. انا اتولدت في بريطانيا، فيمكن نشأتي كانت شايفه حاجات الوان تانية ومختلفه وكده. بعدين لما جيت واتفرجت وابتديت مع الوقت ادخل في الثقافه اكتر واعشق الفن اكتر واتفرج اكتر واشوف سينما اكتر، ابتديت احبك. يعني بالانجليزي يقول لك يو جرو اون مي، يعني اتبنيتي اقوى واعمق جوايا. وابتدت بقى او عشقي ليكي اكتر ابتدى بدايه من الدراما التلفزيونيه ليالي الحلميه، وسامحوني ما كانش قصدي، او نصف ربيع الاخر وسامحوني، وبترتيب، وعشقت طبعا زاهيه في البراري والحمول. يعني بالتدريج ده ابتديت ارتبط بيكي ارتباط كبير جدا، وابتديت اعاقب نفسي ان انا ما شفتش شغلك اللي قبل كده. فقعدت اذاكر كل الافلام ما قبل الدراما التلفزيونيه عشان اقول لنفسي لا، انت اللي كنتي سطحيه وتافهه وما كنتيش على مستوى موهبه الست دي، يعني فنيا والله العظيم. وقعدت اتفرج وابتدى احبك اكتر واكتر واكتر. ولما عرفتك وقربت منك اكتر وشفت مواقفك النضاليه السياسيه الاجتماعيه الفنيه ومع الزماله ومع كله، ووقفتك معايا انا شخصيا لما كان بيحصل لي مواقف مثلا في هجوم عليا او ناس يعني ما بتقدرنيش او كنت تقولي لي ولا يهمك اجمدي. وسافرنا في كل المهرجانات، وكل ما يتقال لي الهام شاهين وانتوا في لجنه التحكيم مع بعض اقول يا لهوي هنخش في نقاش حد والهام هتفرض. لو في لجنه تحكيم بره مصر لازم مصر تاخد جايزه، لازم بالعافيه بالزور بالحقيقه، مع ان ده مش صح يا جماعه. لازم الواحد يبقى فير والجايزه تروح لمن يستحق، بس عمرها ما بتبقى بالزور، بتبقى بالاقتناع. حتى لو في فيلم احسن من فيلمنا، بس برده لازم مصر تاخد جايزه. انا في الحته دي غصب عني. الاستاذ سمير فرج.